عملية دقيقة للغاية تشبه عملية جراحية، وذلك حرصا على أرواح الأبرياء الذين لا يزالون رهينة المجموعات المسلحة التي تسيطر على مساحات واسعة من المحافظة، وتحديدا في جسر الشغور وجبل الزاوية، وصولا إلى الطريق الدولي بين أريحة واللاذقية. ويأتي هذا التحرك الأمني بعد المجازر التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة في هذه المناطق بحق أفراد الجيش وقوى الأمن، حيث استشهد 120 عنصرا ومثل بجثامين عدد كبير من الشهداء، ووضع عدد في مقابر جماعية بغية استغلالها في محطات التحريض المتعاملة معها. هذا وقد قامت هذه المجموعات المسلحة بتفخيخ عدة طرق ومحاور منعا لوصول تعزيزات أمنية وعسكرية، ونصبت كمائن في قرى صغيرة حيث تستخدم الغابات والكهوف للاختباء، إضافة إلى أسلوب الكر والفر باتجاه الحدود التركية. هذا وقد روى عدد من الجرحى لتلفزيون الدنيا بعضا من إجرام التنظيمات المسلحة في جسر الشغور. كنا بمؤمنة مؤازرة زملائنا المحاصرين بجسر الشغور من قبل مجموعة إرهابية مسلحة محدود الساعة 2 الظهر بالطريق بمنطقة أورم الجوز تابعة لمدينة أريحة. تعرضنا لكمين مسلح قبل عناصر إرهابية مع أسلحة أحدث أنواع الأسلحة اللي معها، وبلشوا إطلاق النار علينا ونحن في الطريق. تعرضنا لإطلاق نار وحشي، شيء مرعب، اطلاق نار قذائف من رشاشات، من قناصات، اسلحه غريبه وعجيبه. المغزوف اخترق الخوذه، اخترق الدرع. انا انصبت فيه، اكلت طلق قناصه في ركبتي. زميلي استشهد جنبي رغم انه لابس درع، اكل طلق، اخترقت الدرع من صدره من جهه اليمين، طلعت من الجهه الاخرى. شيء مرعب حقيقه. 90 عنصر محاصر في مدينة جسر الشغور، يعني محاصر في جسر الشغور عدة أيام، منهم أصيب، منهم قتل، استشهد، والأنكى من هيك أنه في عالم يعني ضلت 3-4 أيام تنزف بالمفرزة لحتى ماتت، والبقي تم محاصرته وكب عليه البنزين وحرق الجثث، وأخذوا قسم منهم على ساحة جسر الشغور، يعني شغلة كبيرة، وبلش وقطعوا رؤوسهم يعني مثل الغنم، يعني هي شغلة كبيرة كتير. هذا وتظهر الصور التالية مسيرة في جسر الشغور تؤيد مسيرة الإصلاحات في سوريا، وهي تتعرض لإطلاق نار كثيف من مجموعات إجرامية بشكل عشوائي في مشهد يرسم حقيقة ما يجري على الأرض السورية من إجرام منظم. شيعت من المشفى العسكري باللاذقية ومشفى تشرين العسكري بدمشق أمس جثامين 8 شهداء من عناصر الجيش والقوى الأمنية اغتالتهم التنظيمات الإجرامية المسلحة في منطقة جسر الشغور وحمص أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة. والشهداء الأبطال هم المساعد أول وضاح محمد علي اللاذقية، المساعد أول نظير حيدر حسين اللاذقية، المساعد أول رفعت لطفي الحكيم السويداء، المساعد أول خلدون شرف السويداء. كما شيع من المشفى العسكري بحمص جثامين الشهداء الأبطال، المساعد أول محمد نديم ديب طرطوس، المساعد أول حسن عبد الكريم علي طرطوس، المساعد أول سامي أحمد سليم حمص، المساعد أول عمار ناجح معروف حمص. وجرت للشهداء مراسم تشييع رسمية، حيث حملت جثامينهم الطاهرة على الأكتاف ملفوفة بعلم الوطن، وعزفت موسيقى الجيش لحني الشهيد والوداع.
هذا وقد شيع أبناء محافظة طرطوس جثمان الشهيد البطل الشرطي أحمد عيسى سليمان في منطقة بانياس بعد أن اغتالته التنظيمات الإجرامية المسلحة في منطقة جسر الشغور أثناء تأديته واجبه الوطني في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أيدي الإجرام والتخريب. اليوم عرسه بلا عروس يا حبيبي إله العرس، هل هو عريس الوطن؟ بسمعت صوته يزفونه عريسا وعروسه سوريا. يرحل شهيدا وزغاريد العزة تشق عنان قريته العنيزة. الشهيد البطل أحمد عيسى سليمان بدمه سطر سفرا في سجل الخالدين لتبقى سوريا ملاذ أمن وواحة أمان. غادر مرددا: أبي ارفع رأسك عاليا، منك تعلمت حب الوطن ولأجله أزف اليوم شهيدا. أنا والد الشهيد البطل المرحوم الشهيد أحمد عيسى سليمان، أنا بفديه وبفدي أخوته وبفدي أهله ومال أبوه والعائلة كلها. يعني عندي ستي والحمد لله وكلهم فداء الوطن. وأنت أمي رحمتك، فمنك رضعت وإخوتي شرف أني سوري وبدمي أدافع عن عزة وطني. الله يرحمه. وعندي ستي إسا قبله، ست صبيين وأربع بنات، وأنا وبيو كليتنا فدي بشار الأسد. آخ من ألمي على الفراق ويعزيني شرف الشهادة. آخ يا أخي كم فراقك مؤلم ويعزيني أن الشهادة شرف. أحمد حسين وعد بالكون كله. أحمد راح خطف يا الله. خلينا نحن رايحين على جسر الله يا خيتي. ديري بالك على أولادي، دير بالك على حالك، خلي الموبايل مفتوح بدنا نتطلق. والله بس هيك أحمد كل العالم بتحبه منيح مع كل العالم. الله يرحمه ويرحم كل الشهداء. وداعا قريتي يا مرابع طفولتي، فيك كانت خطواتي الأولى وإليك عودتي الأخيرة. ترابك يحتضنني لأنها سوريا ترخص الروح، ولأجل بسمة أطفالها نهدي ربيع شبابنا. وفي سياق متصل، زار تلفزيون الدنيا منزل ذوي الشهيد البطل الشرطي برهان رشيد أبو أسعد في قرية لهثة بمحافظة السويداء، والذي استشهد على يد التنظيمات المسلحة في منطقة جسر الشغور. خلوا الشهيد مكفنا بثيابه، خلوه في سبح الخبير بما به، لا تدفنوه وفي شفاه جراحه تدوي وصية حبه وعذابه. خلوه تحت الشمس تحضن وجهه ريح مطيبة بأرض شبابه، لا تغمض عينيه إن أشعة حمراء ما زالت على أهدابه. شباب بعمر الورود يعطرون يوميا تراب هذا الوطن بدمائهم الزكية لتكون بمثابة ثمن عودة البسمة إلى وجوه السوريين والراحة لبالهم والنبض لشوارع سوريا بعد مضي قرابة الشهرين على الأحداث الأخيرة. محافظة السويداء ودعت شهيدا من هؤلاء الأبطال، هو الشرطي برهان رشيد أبو أسعد من مواليد لاهثة عام 1987. تشهد في سبيل الوطن، ونحن كلنا نحن أولادنا وكلنا طبعا مشان هالوطن، فداء له الوطن يعني. لذلك كانت الشهادة مشرفة. كنا منحب الوطن ومنحب نكون شهداء للوطن، وابني معتز فيه كثير لأنه شهيد للوطن. نعتز بخينا أنه شهيد، راح شهيد غالي علينا هو، بس الوطن بحاجته. زعلانين عليه بس الوطن بحاجة. نعتز بشهادته كثير، راح فدا الوطن. الشهداء الحقيقة رضعوا من تراث هذا الجبل اللي تراث معروف بالشهادة والشهان والدفاع عن الوطن. نحن الحقيقة نفتخر ومنفاخر بكل شهادة، وكلنا شهداء من أجل هذا الوطن
وكلنا قرابين لحماية هذا الوطن. قضى البطل برهان على يد عصابات الغدر والخيانة في جسر الشغور، لكن روحه التي بذلت تحوم فوق سوريا في سبيل عزة وكرامة الوطن.